بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. سبحان الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم. الحجرات
كان خيرا لهم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. بارك الله فيه وعلمه ما لم يعلم. الله بارك الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
وسينا في قلوبكم وكره إليكم الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله فيه وعلمه صنع ما شاء الله ما شاء الله. والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة يا فتبينوا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
فضلا من الله قل
الناس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. صدق الله العظيم.